حلوه دي يا ابوي، امسكها. شطور يا ابوي، امسكها. دقيقه، هو مش كده خسر؟ طالما ما نزلتش على الارض يبقى ما خسرش، بس امسكها. حلوه، امسكها. هو ابوك كده طول عمره يبحث عن الاهتمام، تجاهله تجاهله. هاي سردين، اخلص يا عم الدولفين. يخرب بيت الهيافه. خلص يا كاميرين. بو اوعى لف 16. اخلص يا عم كلب البحر. طلع الموبايل وصور صور. ما خدوه. انت بتعمل كل المهارات دي ليه؟ هم هيشتروك. مش يمكن. يمكن ايه؟ بطاقة القدر تتفتح لي واشتري فيلا في اسبانيا وشقه في شارع السودان. هوب. ده ابوك معب قوي. اخرة المنظر. مش عارف افرح فيك ولا ازعل عليك. هي دي محسوبة يعني ولا؟ محسوبة. والمهارات اللي عملتها دي مش محسوبة ولا؟ مش فارقة معاك. فرقاش. على فكرة هو اللي كان بيشتتني قاعد يرغي وي بطل حمرقة واطلع. ابقى قاعد بيضة. طب سيبنا ركز، ما عادش في وقت نجيب حاجة. انت نكدي، انت صاحب الكرة؟ ده انت مطرود وشويه هتموت. يمين، محدش يسمع له حاجة. يمين يا يمين يا بت، يمين يمين، لا يبقى يمين طلاقك. يمين جدعانه دي. جدعانه ايه؟ انا اصلا كنت داخله لزو عشان الكره ما تجيش فيه فتعجل. وماله بس جدعان. هنموت. بس هنموت بشرف. انا عاوز اعيش كلبي، عاوز اعيش بالجذب القديم بس اعيش. يا خاله يا عوض، ودوني الورشه. حرب على نفسي، طلعني من هنا. ماني مخطوف زي زيك. امال العمده ايه؟ ما تعرفش حد في التامينات. احب على يدك اي مصلحه. انت عايز تقولي ايه يا بنت؟ انت بتخرفي. يا سوادك يا مربوحه، يا اللي دخلت دنيا بقالك 3 ايام وهتخرجي منها فجاه. اقول للناس ايه؟ ناس مين اللي هتقولي لهم؟ ابويا وامي في التربه. استهدي بالله، استهدي بالله. شوف يا مربوح، بما انه هنموتوا خلاص خلاص عاد. حاول اعترف لك اعترافين كده لانه خلاص. ايه يا كبير؟ اللابتوب انا كنت ناسيه مفتوح في الدوار، وبيدخل على الصفحه واعمل كلير هيستوري، امسح كل حاجه. لا انا ظهري مكسوم نصين ما قدرش امسح حاجه. لا خلاص انسى الموضوع ده. وحاجه ثانيه، خبرة 30 فدان منجا بتوعي. حق الله جولي اللي فيهم 10. خلاص انا رجعهم له. لا انا بقول لك عشان تقسميهم على العيال يعني. بتوصيني على ايه؟ انا هموت معك هنا. ايوه صح. كل ده مش مهم يا كبير، المهم اني هموت جار ويدي في يدك. جبت ماذا؟ جبت ماذا؟ احذفها احذفها ونزلني. استنى، ما ينفعش انا وهو ننزل بنفس البيضه. هي بصفرين يا بنت، بصفرين. بقول لك ايه، هجيب لك بيضه، هجيب لك بيضه. هو فاضل قد ايه؟ 20 ثانيه. يا هنا من يا